وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. بداية ضيفي الكريم بعد التحية، كيف تابعت زيارة الرئيس السنغالي إلى مصر وأبرز الموضوعات التي تم طرحها ومناقشتها خلال تلك الزيارة؟ لا شك أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة مع قرب تولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأعتقد بالتالي هناك تحديات جسام ستواجه هذه فترة الرئاسة، سواء فيما يتعلق بقضايا أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، منها على سبيل المثال جائحة كورونا. هذه الزيارة يعني لا شك كان موضوع سد النهضة أحد الموضوعات الرئيسية في هذا الإطار، وأعتقد أن السنغال لديها تجربة ناجحة فيما يتعلق بالدول المتشاطئة على نهر دولي، ونجحت في التوصل إلى اتفاق يعني ما بينها وبين دول الجوار المشاركة معها في هذا النهر، في اتساق مع القوانين والاتفاقات الدولية، وأيضا فيما يتعلق بالمواثيق أيضا ذات الصلة. لا شك أن السنغال بهذه التجربة يعني من المؤكد أنها ستتجه نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل بالنسبة لموضوع سد النهضة فيما يتعلق بالملء والتشغيل، اتساقا مع مصالح الأطراف الثلاثة وخاصة مصر والسودان بما في ذلك أثيوبيا، باعتبار أن المصالح المشتركة في جميعها تلتقي نحو عملية التنمية بالنسبة للأطراف الثلاثة. لكن فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أنا أعتقد أن هناك طفرة في هذا الصدد، خاصة العلاقات بين البلدين في هذا المجال بتشمل العديد من الملفات التي فيها توافق في الرؤى وفي ما يمكن أن تتخذه من إجراء نحو تنامي العلاقات بينهما في هذا المجال، سواء كان ذلك في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة أن السنغال في هذا الصدد لتسلك سبيل مكافحة الإرهاب من خلال الفكر، خلال الثقافة. وأعتقد أن في هذا الصدد هناك تعاون بين الجانبين، وهناك أيضا فيما يتعلق ما يدعم هذا الاتجاه والبعثات التي ترسل من السنغال إلى الأزهر، ثم أيضا العلاقات الثقافية فيما يتعلق بالآثار والحضارة وتنمية العلاقات في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فأعتقد أن هناك توافق في الرأي في تناول القضايا الأمنية في القارة الأفريقية، وهي والتي سوف تكون محل اهتمام أثناء رئاسة السنغال، ولعل من أبرزها القضايا الخاصة بالأوضاع، تطورات الأوضاع في أثيوبيا وفي السودان وفي الصومال وفي منطقة شرق أفريقيا، وأيضا في منطقة الساحل المجاورة للسنغال والتي تشهد نشاطا إرهابيا كبيرا من جانب بعض المنظمات المتطرفة. أيضا هناك موضوع جائحة كورونا، وأعتقد أن هذا موضوع كان في غاية الأهمية وما زال، فيما يتعلق بمؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ في عام 2022 هذا العام. نعم. وفيما يتعلق بتمويل عملية توفير اللقاحات، بل وصناعة اللقاحات وتوزيعها بشكل عاجل وبشكل عادل. وأعتقد أيضا موضوع المناخ سيرتبط أيضا بقضية المياه. نعم. لأن أحد داعيات قضية قضايا المناخ هي المياه، وبالتالي كان هناك اهتمام من جانب الجانبين في تناول هذا المؤتمر الهام الذي يعقد في القاهرة إن شاء الله. تمام، السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.